الهادي ولد علي في زيارته الميدانية لمدينة وهران على ضرورة إنشاء مراكز طبية رياضية لمكافحة ظاهرة تعاطي المنشطات بين اللاعبين. كما أكد الوزير على أن هذه المراكز ستعمل أيضا على الجانب النفسي لإعادة الاعتبار للرياضيين وإبعادهم عن شبح هذه الظاهرة المخيفة. كما قام الوزير بزيارة تفقدية للمركب الرياضي بوهران الذي قاربت أشغاله نسبة 70%، أين تلقى شروحات وتفصيلات عن هذا المشروع. لاحظنا تقدم مهم بالنسبة لإشغال إنجاز هذا المشروع الكبير. كومبلكس أولمبيك كي براتيكمون اون فوا داشيفمون il sera un outil extrêmement important pour habiliter les Jeux méditerranéens de 2021, mais aussi pour habiliter d'autres compétitions. Il y a le Centre national médico-sportif, donc qui est à Alger, et nous sommes en train de mettre en place des annexes. Et donc Oran aussi, donc elle est concernée par la mise en place des annexes du Centre national médico-sportif et qui va travailler d'une façon permanente.